ومن القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق. سيد عبد الحكيم، يعني رغم دخول قوات الجيش الليبي طرابلس إلا أن مراقبين يرون أن المعركة لم تبدأ بعد، لماذا برأيك؟ والله الحقيقة نحن كنا نتوقع أن هي عملية عسكرية تمت بموافقة دول كبرى، بغية فرض شروط تفاوض جديدة، ربما هذه الفرضية لازلت حتى اللحظة مقتنعا بها لجهة إصرار غسان سلامة على عقد الملتقى الوطني الجامع. وانت تعرف لم يعد يفصلنا على الملتقى الوطني الجامع سوى بضعة أيام، وقبلها كان غوتيريش قال لحفتر بأن عليك أن تحافظ على قواعد الاشتباك وتحمي القانون الدولي. هذان التصريحان يؤشران إلى أن العملية العسكرية محدودة ومستهدف بها فئة معينة من أولئك الذين يعرقلون التسوية السياسية أو الخارجون على القانون أو العقديين. لكن مستجدات الأمور تشي بأن ربما تكون الأمور فعلا خرجت عن السيطرة، وهنا أستند إلى تصريح والد هاوزر قائد الأفريكوم عندما يقول الأمور تزداد تعقيدا، فهذا يجب أن نأخذه بمحمل الجد صراحة. طيب، لماذا سيد عبد الحكيم دخل الطيران على خط الحرب؟ لماذا يرى كثيرون أن المعارك في طرابلس لم تبدأ حتى اللحظة؟ هذا الذي كنت أود الإشارة إليه، يعني دخول الطيران على خط الحرب، على خط المعارك، هذا متغير كبير وخطير. أنت تتحدث عن عاصمة ولا تتحدث عن ساحة قتال مفتوحة. صحيح. طبعا كانت قوات مصراتة هي أول من استخدم الطيران، وسمعنا قبل قليل بأن الجيش بدأ يفكر في الرد بضربات جوية. سيدي، أنا مع ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلة البارحة، علينا أن نسعى جميعا من خلال الخطاب الإعلامي أو من خلال المساعي التي تبذلها المؤسسة الدبلوماسية المصرية والعربية بشكل عام. طيب. على إيقاف الحرب. الحرب قدرة، الحرب تولد حرب أخرى، الحرب لا هوادة فيها، الحرب تخلف دمار وضحايا من الأبرياء. أنت تعرف عندما هجم اللواء السابع على طرابلس في يوم واحد سقط 100 بريء من الأطفال والشيوخ والنساء. طيب. أنا ابن مدينة طرابلس ولا أتمنى الحرب، حتى وأن كنت مع الجيش ومع توحيد المؤسسة ومع عودة سيادة ليبيا. هذه طيب. حرب يجب أن نوقفها فورا وندفع باتجاه التسوية السياسية. فيما يتعلق بالتسوية السياسية سيادة عبد الحكيم، لماذا نلحظ دائما أن المجتمع الدولي، أن المؤسسات الأممية ربما هي في واد والأزمة الليبية في واد آخر؟ يعني اليوم غسان سلامة يقول متمسكون بغدامس، من سيذهب إلى غدامس بينما هو يتقاتل في طرابلس؟ أخي الكريم، الأمم المتحدة هي السبب الأزمة في ليبيا، والتاريخ يعيد نفسه، أو نحن نكرر أخطائنا للأسف. عندما كان الجيش الليبي يتقدم إلى بنغازي في 2011 كان يستهدف الجماعات التكفيرية، وهذا أقره بان كي مون للأسف بعد فوات الأوان. كان معمر القذافي يقول لهم أنا ذاهب لقتال داعش والقاعدة، لم يكونوا يصدقون لأنهم كانوا يريدون إسقاط النظام وإسقاط الدولة وتشريد الشعب الليبي ونهب ثروات ليبيا. نفس السيناريو يتكرر، هم لا يريدون إعادة بناء الجيش الليبي، هذا مشروع، هذا مخطط. يعني على الجيل أن يستوعب بأن هذا مشروع يستهدف المنطقة، تدمير الجيوش العربية وتقسيمنا وإعادة تخريط المنطقة ونهب ثرواتنا. نعم. هذا كلام قالوه في أدبياتهم، ليس من رأسي، هذا هو اللي يجب أن نفكر فيه. هذه أمور يعني ظرفية فقط، ولكنها تدفع باتجاه المزيد من المعاناة. شكراً. والتيه للليبيين والعرب بشكل عام. شكرا لسيد عبد الحكيم معتوق المحلل السياسي الليبي، كنت معنا من القاهرة.